عن الواقع. طبعا احنا عارفين كلنا ان العيان بيختار الان، ممكن يختار، ممكن ينزل يشتري اي انتيبيوتيك، مش دي منظومه الى الان احنا مش قادرين نوقفها ومحتاجه يعني ريشولز معين. لكن هل حضرتك ليك دور لما يجي عيان مثلا يقول لك انا عندي برد يا دكتور اديني علبه تافانيك، لو انت في مكان كويس والمكان يعني والعيان مقتدر، هل حضرتك ممكن تقول لا بلاش تافانيك، انت ايه بالظبط هتاخده ازاي، انت موصوف لك ولا مش موصوف لك؟ يعني هل ده بيحصل ولا في الغالب احنا بنبيع وخلاص؟ يعني معلش عايزين الاكشوال براكتس بمنتهى الصدق. احنا ما ها مشكله كبيره جدا واحنا بنعاني منها دلوقتي، ويمكن الدكتور شريف هيكلمنا عنها، الانتي بايوتيك ريزيستنس. طيب احنا بقينا ساعات بناخد ادويه بقت زي الميه دلوقتي للاسف. طب هل حضراتكم شايفين لو بقى لكم رول في الحكايه دي، يعني لو بدانا نقول نشرككم معانا في الجايد لاينز، احنا عندنا دلوقتي جايد لاينز ان المفروض مثلا عيان اللي عنده سمبل برونكايتس من الاول ما ياخدش انتي بايوتيك الا لو ده بقى فيه كرايتيريا معين، واحنا غصب عننا دلوقتي معترفين مش هنقدر ننفصل عن الواقع ان العيان بيروح ياخد العلاج من الصيدليه بالذات في ارياس كتير. فهل يبقى مفيد ان حضراتكم تعرفوا فكره عن الجايد لاينز او تتعمل لكم في صوره فلايرز او حاجه زي كده، ان على الاقل انا ممكن اسال العيان اللي جاي بدون بريسكريبشن عايز ياخد انتي بايوتيك، بالذات لو الانتي بايوتكس ده وان اوف ذا، اصل خدوا بالكم في حاجه مهمه جدا في البايب لاينز، مفيش انتي بايوتكس جديده بقى لنا دلوقتي اكتر من 15 سنه، والريزيستنس عندنا كل الاستاديز بتقول انه بيزيد، فبعد كده احنا وانتوا هنعيا مش هنلاقي حاجه تعالجنا. يعني هي مشكله مش مشكله عيان وبس، مشكلتنا احنا. ده الافات انتوا عدينهم؟ مش عدينهم، هو في ديستريبيوترز بيوزعوا الادويه فبنعرف منهم، بالتالي تقريبا في كام صيدليه موجوده في الجمهوريه؟ لا اكتر. هو طبعا كل 100 متر صيدليه ده القانون، ودلوقتي يعني هو فعلا اكشوالي بيبقى تقريبا كل 100 متر في صيدليه. الايه؟ لا ما وصلناش ان احنا المليون كيلو، تعرف حضرتك يعني احنا مليون كيلومتر مربع، لكن احنا مش كفرنج المليون كيلومتر مربع، لكن احنا بنتكلم في افريج تقريبا 40,000 صيدليه في الجمهوريه. الدكتوره لسه كانت بتقول دلوقتي ان ممكن يتعمل الكامبين مثلا 30 صيدليه، قول في 50 مندوب يعني ممكن نغطي 1500 صيدليه، وفي الغالب لما هيتغطوا في مناطق معينه مش هيتغطوا في كل الجمهوريه. وهو ده اللي خلاني كنت اديت من شويه رايي في ان احنا عشان نوصل لكل مكان لازم نخش من خلال الميديا. الميديا هي الطريقة الوحيدة وهي السبب الرئيسي في المشاكل اللي حصلت قبل كده. يعني اذا كنا بنقول النهاردة الناس اللي خايفة تاني من الكورتيزون خايفة منه ليه؟ خايفة منه السبب الرئيسي اعلام. اعلام. فبالتالي علشان نقدر نرجع تاني نحل لازم نرجع للنقطة زيرو. اللي هي بداية المشكلة كانت فين؟ نبدأ نحل من بدايتها. فأتخيل ان احنا عشان نقدر نوصل للعدد دوت ونقدر نجيب الناس كلها محتاجين حضراتكم تاني يبقى التواجد اكبر في الاعلام للناس للبيشنتس وللصيدليات يقدروا يعرفوا هاو تو يوز ايفريثينج، ومشكله الريزيستنس دي بقت مشكله كبيره قد ايه وبالتالي نقدر نحلها ازاي. انا كان ليا الشرف ان انا اشتغلت فتره برضو كمان في الامارات الانتبيوتكس، بحكم ان احنا بنتكلم على الريزيستنس دلوقتي، هم هناك عاملين حمله كامله على الاستخدام الجائر للانتبيوتكس، وان ما يستخدمش الانتبيوتكس في الصيدليات غير ببريسكريبشن. فتخيل حضرتك احنا نوت يبقى الوضع شكله ايه. انا حسب معلوماتي يا دكتور شريف وتصلحني انك انت احنا عندنا قانون ان هو في ادويه تتصرف عن طريق البريسكريبشن مش كده، لكن بس مش انتبيوتكس، مش ده اللي عايز اقوله، كل حاجه غير مفعله التوكسيك يعني. بالظبط كده. ده اوت اوف رولز. ده اوت اوف رولز. امريكا عيني التهبت وكنت في كليفلاند كلينك. لا كنت في كليفلاند كلينك. لازم بريسكريبشن. وبعدين رحت انا امراض صدريه زي الدكتور ياسر الدكتور احمد. طبعا دكتور طارق انت حضرتك. دخلت للدكتور بتاعي اللي هو رئيس القسم وقتيها، قلت له انا عايز نقط عنايه حمراء، عايز ديكونجستنت اللي هي الاوبتوميسايل اللي كانت عندنا وبريزونين. فضحك قال لي ما اقدرش اكتبها،
هتطلع للدكتور العيون ده مش عارف الدور الكام هيكتب لك البريسكريبشن وينزلس، لكن انا ما اقدرش اكتبها. انا انا فارماسيوتيكال كومباني على فكره دكتور، مش مش فارماسيست في صيدليه، لكن طبعا عارف طبعا دكتور طارق يوتوبيا يوتوبيا انتبيوتكس برضو يعني. دكتور شريف انت بتساعدنا النهارده الجراوند بتاعك النهارده. لا لا كمان الحاجه مهمه جدا، يعني انا كنت نفسي اكون الصيدلي اللي شغال معاكم، لان النهارده انا عندي امل كبير، لان انا شايف دكاتره بتفكر باسلوب مختلف، واللي انتوا تجيبوا في المؤتمر بتاعكم ان صيادله تكلموهم لان هم مهمين. المشكله الوحيده اللي ظهرت من الدسكشن ان الصيادله زي دونت وونت تو تيك ريسبونسبيلتي اند اكاونتابيلتي، هو ده المين بروبلم يعني. واحنا بنتكلم النهارده هنشوف الموبايل. طبعا احنا بنشكر حضرتك وبنشكر الجامعه بتاعت حضرتك اللي انت اتحت الفرصه ان الصيادله يتكلموا مع الدكاتره، وان حضرتك تشوف دور مختلف للصيدلي. طبعا الصوره دي احنا كلنا يعني ناس اللي قاعده ورا تيجي قدام، عشان هيبقى هتبتدوا كل انا كل المحاضره صور، فهتقولوا دي ايه دي بقى، دي بتقول ايه؟ طبعا هو في كل واحد فيكم هيقول حاجه هنكتبها هنا. طبعا اللي فيه لو خدناها من الميديسن، فان في ناس كل واحد فينا له نظرته ديفرنت برسبكتيف. طبعا ان الواحد برضو ساعات مش واخد باله ويبقى عنده الصبر. حد تاني عنده اي حاجه؟ قصدت اللي هتتكلم وانا مش جاي اتكلم على فكره. مش اندرستاندينج ايه تاني افندم؟ لا ما عليك اللي هتقولي. انترست صح، misconception، في بريجيدس. يعني دي اول درس اتعلمته انا كنت في يعني اللي بيعلمني المان، فاول حاجه قالوها لي مفيش بريجيدس، يعني ما تبقاش عندك افكار مسبقه عن اي حد، دي بتقول كده. والنقطه الثانيه الصبح يعني انا في محاضرات كتير لما يعني دايما بيبقى في ناس كتير بتقول حاجات كتير عن الصوره دي، منها ان كل واحد له وجهه نظره عن الموضوع. الحاجه الثانيه انا اسمي شريف كمال، انا بقالي 16 سنه بشتغل فارماسيست، ودايما بحب اقول فارماسيست ما بحبش اقول كلينيكال فارماسيست، عشان ما فيش فرق. لما هنتكلم النهارده اي هوب احنا لما نتكلم النهارده مع بعض وندسكاس، الصيدلي اللي في المستشفى والصيدلي اللي في الستريت او الكوميونتي مش فارقين عن بعض. الميديكال ريب، الراجل اللي واقف في خط الانتاج، الصيدلي اللي واقف في المخزن، اي صيدلي موجود في اي حته، اذا كلينيكال فارماسيست لو عمل حبه حاجات هنقولها مع بعض النهارده، واحنا محتاجين ان هو يعملها. انا الدايركتور بتاع الفارماسي بتاعت مستشفى 57، واحنا حبينا نسميها اسم تاني، سميناها ما سميناش فارماسي، سميناها ديبارتمنت اوف فارماسيوتيكال سيرفيسز، لان احنا بنقدم خدمه للعيان، ودي اول حاجه كنا عايزين نبرزها. يعني طبعا دي اول حاجه بحب ابتدي بيها، ده سايمون سينيك عمل ثيوري جديده هتبدل حاجات في المانجمنت، هي اهم حاجه النهارده كنا بنتكلم عليها، وده الفرق اللي احنا عايزين نعمله. هو احنا ليه بنشتغل صيدله؟ كل واحد فينا ليه بيروح شغله كل يوم الصبح؟ هو لو عايز يروح يبيع بس، او المندوب رايح بس عشان يشوف الريت، مش هنخفف العيانين. فاول حاجه في واي، وسايمون سينيك الراشونال بتاعه بتاع تغيير الحاجة، ان اول حاجة تسألها لنفسك انت وانت نازل الصبح، ليه نازل الصبح رايح الشغل؟ فاحنا الصيدلة المفروض نرد اللي احنا نخفف العيانين. وهو قال ان ان هو ربنا عمل كده كمان في المخ بتاعنا، فالسنتر بتاع المخ بتاعنا الليمبك سيستم which is emotions، فعشان كده البني ادم لما تدخل له من الاموشنز هيبقى motivated to do what he should do later بقى، we will agree together how to do it، ودي مهمة قوي. دكتور شريف ابو النجا هو he is my mentor. شريف ابو النجا هو نائب مدير المستشفى، وهو راجل انا شغال معاه بقالي 16 سنة، وهو دكتور استاذ اطفال اورام في معهد قومي الاورام، وهو الراجل ده اللي عمل كلينيكال فارماسي في مصر. يعني لو حد فينا بيتكلم على كلينيكال فارماسي او بيتكلم على احنا قاعدين دلوقتي ليه، او كلنا بنحب كلينيكال فارماسي ليه، عشان الراجل ده، وعشان الدوائين الانتي كانسر ايجنتس الموجودين دول
دول لو في وقت بعد كده هنحكي قصتهم. دول الدوائين دول اللي عملوا في مصر كلينيكال فارماسي. والراجل ده اللي هو علمني بقى لي 16 سنه معاه. وهقول لكم اول حاجه قالها لي ايه. مع دكتور شريف ابو نجا والتيم بتاعنا احنا لفينا مصر كلها، عملنا في اكتر من 15-16 مكان كلينيكال فارماسي، اللي ممكن تقول عليها فارماسيوتيكال كير، ممكن تقول عليها ميديكيشن ثيرابي مانجمنت دلوقتي، او فارماسيوتيكال سيرفيس. احنا كنا بنشتغل، احنا بنعمل امبلمنتيشن وبعدين بنقيس الاداء بتاعنا وبعدين بنعمل شيرنج تو اور انفورميشن. اول كلينيكال فارماسي دكتور شريف ابو نجا عملها كانت في معهد الاورام، كانت مطبخ وحمام. 15 صيدليه تانية بعد كده اتفتحت بعد كده زي ما انتم شايفين في الصوره دي. ده كان اول واحد اللي كان مطبخ وحمام. بعد كده دي الصيدليه دلوقتي اللي عندنا في المستشفى. ولو دخلت على الويب سايت بتاع المستشفى هتشوفوا الصيدليه في 2020 هيبقى شكلها ايه. هو قفل هنفتحه تاني مفيش مشكله. دي مساحتها دي الصيدليه. الصيدليه فوق 400 متر. لا لا انا هفتحه انا مفيش مشكله. الصيدليه طبعا فيها هنقول الحاجات اللي بتتعمل فيها يعني لما نبقى مع بعض بعد كده. لكن انا النهارده عايز اول قبل ما نبتدي اي حاجه نقرا الاربع سطور دول. البيوتي في ذيس ستيتمنت اور ذيس كوت، ترتيب الكلام. طبعا كواليتي از نيفر ان اكسيدنت، بس عشان نعمل حاجه لازم يبقى فيه هاي انتنشنز. هاي انتنشنز يعني انا نازل الصبح من البيت عارف واي اي ام، انا رايح الشغل بتاعي ليه، نيتي بجدد نيتي كل يوم وعارف انا رايح ليه، وسنسير افورت بشتغل وبشتغل جامد. ما فيش صيدلي فينا بيشتغل جامد بس سنسير ليه. احنا عارفين احنا شغلتنا ايه عشان نخفف العيانين تمام. والحاجه الثانيه بس احنا نشتغل جامد وكتير بس في الانتليجنت دايركشنز. واهم حاجه وهي دي كلينيكال فارماسي تتمحور حواليها اللي هي سكيلفول اكزكيوشن. انا العلم اللي اتعلمناه في كليه الصيدله مشكله مثلا الانهيلرز، اللي احنا لما اتعلمنا في كليه صيدله الانهيلرز اتعلمنا الكيمياء بتاعتها اتعلمنا شكلها ايه، لكن محدش درس لنا العيان. احنا اتخرجنا من كليه الصيدله ما نعرفش يعني ايه عيان. هو ده الفرق بيننا وبين الدكتور. الدكتور كان وهو بيدرس كليه الطب كان بيمسك العيان بايديه. احنا اول علاقه لنا بالعيان اول ما نطلع بره الكليه. ده اتغير شويه في بعض المناهج عندنا في كليه صيدله. ده اول كويز النهارده هناخده. ايه اللي في الصوره دي مشكله؟ زي كده ميكي كده كان بيبقى اول صفحه يقول لك العشر اختلافات او حاجه. طبعا في حاجات انفكشن كنترول كتير جدا بايظه هنا من اول السرنجه اللي هنا دي لغايه الشباك اللي مفتوح على المحاليل لغايه الدم اللي تحت لغايه الجهاز الوريدي اللي متعلق. طبعا دي مشكله كبيره. السرنجه بتاعت التسليم احنا وشود اجري او اللي احنا نحاول ان احنا نتفق واحنا نمشي النهارده نروح نروح البيت بتاعنا او بعد يوم الاحد نروح الشغل ان كلينيكال فارماسي از ا مايند سيت. المايند سيت ده بيتكون من حاجتين. نمره واحد اي ام بيشنت سنترد يعني همي كله العيان انا بخدم العيان. وتاني حاجه اي ام اوتكم اورينتد. وفي النيورو سايكولوجي في النيورو سايكولوجي في البرين ديفلوبمنت اكتشفوا كمان ان في حاجه اسمها جروس مايند سيت. اكتشفوا ان في معظم الدول اللي هي الناميه في فيكسد مايند سيت. ابسط مثال لما تقول لواحد يشتغل يقول لك نو بوينت مفيش فايده اشتغل ليه. طبعا كلنا عايزين نتفق ان احنا نبقى الجروس مايند سيت. اهم حاجه برضو في الموضوع ده ان لما حد ينتقدني I should learn from criticism I should not deflect criticism واخر حاجه I should celebrate the success of others. ما احسش ان success of others is a threat to me. ايه علاقه الصوره دي بالانتيبيوتكس؟ غير ان هو هيغرق مراته. This is مين اللي قال abuse؟
صح ها انت غششتك انت. This is abuse. طبعا هو كمان في حاجتين, هو he is not up to date لان العجل زي خلاص بقى دلوقتي تيوبلس فما فيش العوامة خلاص جوه العجلة, ده نمرة واحد. ونمرة اتنين ان this is abuse and misuse of the medication. طبعا انا جايب لكم الصورة دي, انا حاولت امسح كل الاسماء ده واحد بعتها لي كانت في الجورنان. اسرة الراجل كانت بتشكر دكتور جراح عمل عملية لاسرة المرحوم. الصورة دي بتقول ايه؟ تاني دايمنشن في كلينيكال فارماسي, اوتكم اورينتد. شغلتنا ما بتنتهيش الا نصرف الدواء. ده انا شغلتي بتبتدي لما اصرف للعيان الدواء, شغلتي بتبتدي من مخزن الدواء, انا بنقي انهي دواء عشان اشتريه, انهي دواء عشان اخزنه ازاي, اصرفه ازاي. وانا بدي للعيان بقول له ايه لما العيان يروح بيته, هل انا عندي فولو اب كولز معاه ولا لا, وبعد كده هل في حاجه اقدر اعملها عليه زي النهارده ما نشوف حبه ثيرابيتك دراج مونيتورنج ولا لا. مهم جدا احنا اوتكم مونيت, اوتكم اورينتد. يعني ايه؟ يعني ببص على حاجتين, ايه وايه في الاوتكم. بروبر يوز ده جزء بيخلي مور يبقى افيكاسي اند سيفتي. طب ازاي ببص على الاوتكم افيكاسي اند سيفتي؟ هقدر اقيسها ازاي؟ حاجتين بس ما فيش غيرهم للصيدلي, لاف فاليوز اند ساينز اند سيمتومز. بقدر منها اشوف الدواء ده افكتيف ولا لا, واقدر اشوف منها الدواء ده سيف ولا لا للعيان. وان اوف ذا اكزامبلز احنا خدناها كلنا في صيدله, سنه تانية في صيدله قالوا لنا سخنوا الجليسرين كان هيطلع ايه, وكلنا كنا مبسوطين واحنا بنشمه, قال لك هيطلع توكسيك جاز اسمه اكرولين. تمام. بعديها بخمس ست سنين لما اشتغلت في معهد الاورام وخدت الدواء ده اللي اسمه ايفوسفامايد, عرفت برضو ان الايفوسفامايد از برو دراج بيبقى اكتيفيتد في الليفر ماكروزومال انزيمز ويتحول لاكرولين والاكتيف كومباوند. الاكرولين ده بينزل في اليورين يعمل اكيوميليشن, يعمل انجري للبلادر وول فيعمل حاجه اسمها هيموراجيك سيستايتس. دكتور شريف ابو نجا دايما كان بيعلمني كده, بيقول لي زيد سعيد صالح العلم لا يكايل بالبتنجان. ايه المعلومات اللي هنا اللي بتفيد العيان؟ ادي ده الدواء ده الصبح ولا بالليل؟ ده السؤال الاولاني. ادي الصبح ولا بالليل؟ احنا بعد الثوره كل الكلام مظبوط ما فيش اي مشاكل, يعني اللي يقول الصبح يقول الصبح ليه, اللي يقول بالليل يقول بالليل ليه, وهنوافق يعني ما فيش مشكله. مين اللي بيقول الصبح يرفع ايده؟ الصبح صبح. مين بيقول بالليل؟ طب الحمد لله اللي بيقول بالليل هيموت العيان, لان بالليل هيبقى فيه مور اكيوميليشن للتوكسيك ميتابولايت هيقعد ياكل في البلادر, ولكن الصبح العيان بيدخل يعمل يورينيشن انفويدنج. طب احنا هنعمل ايه كمان؟ مهم جدا الدواء ده ندي هيدريشن. الكلام اللي بقوله ده محتاج ريسورسز. في واحد صيدلي زينا كده لما بص للقصه دي, ايه ليه الاكرولين توكسيك؟ حد يعرف؟ احنا بتوع كيمياء المفروض نبقى عارفين ليه الاكرولين توكسيك. عشان في دبل بوند. الدبل بوند سنه ثانيه صيدله عرفنا ان هي مالها الدبل بوند, از انستيبل بوند. فاي انستيبل كيميكال كومباوند بيعمل توكسيستي. ربنا خلق انهي سيستم؟ فواحد زينا صيدلي قال انا هعمل مركب صغير يبقى فيه اس جروب اللي هي بتاعه جلوتا زي جلوتاثيون, يعمل ينزل في اليورين مع الاكرولين يمسك فيه يعمل نيوتراليزيشن عشان بدل ما الاكرولين يكسر في البلادر وول يبقى نيوتراليز بالمزنة او اليوروميتكزان. ده دور الصيدلي. كلكم عارفين دي اسمها ايه؟ طبعا انا بدي اسمها فاطمة وانا بجيبها عشان افتكر قصة حصلت. انا كنت بمر في مستشفى فالصيدلي عارف انا هعمل ايه, يعني كان صيدلي بيصرف العيان وانا جيت فالصيدلي شافني فانا بمر عليه فقال لك خلاص انا ايه. الصيدلي عمل بيشن ايديوكيشن للعيان الفور فيزس 100 100 لدرجة ان هو شرح للعيان الميكانيزم في اكشن بتاع الدواء. فانا دايما هو عارف ان انا لما العيان هيلف, يعني احنا في محاضرة في الكلية لما كان الاستاذ بيخلص المحاضرة يقول له انتوا فاهمين, كنا بنعمل له ايه؟ واحنا مش فاهمين حاجة. تمام. ففي حاجة عملوها في البيشن ايديوكيشن اسمها ريد باك. يعني ايه ريد باك؟ العيان لما يخلص بتقول له طب قول لي بقى تاخد الدواء ازاي. وزي النهارده لما هنخلص مع بعض القعده دي هقول لكم كل واحد هيطلع يكتب هنا ثلاث حاجات اتعلمها النهارده. تمام. فانا الام دي كانت في مستشفى اطفال, لفت الام كده فانا قلت لها ازيك اخبار بنتك ايه؟ تخيلوا قالت لي ايه؟
قالت لي ايه؟ قالت لي حاجه شبه كده، قالت لي مش بنتي ده ابني. اللي حصل ان الام هي اللي اسمها فاطمه. لما الصيدلي نادى على فاطمه، ام العيان اللي اسمه احمد محمد احمد قامت تاخد علاج ايه؟ فاطمه. وكانت هتروح بعلاج مين؟ فاطمه. عشان كده الصيدلي عمل وان فيتال ميستيك. عمل ايه الفيتال ميستيك اللي عملها؟ This is our first responsibility is patient positive identification. في امريكا بقى لهم 5 سنين This is the national goal في السيفتي عندهم لتحسين الرعايه الصحيه. في امريكا بيموتوا كم عيان في اليوم؟ في السنه، سوري، امريكا بيموتوا كم عيان في السنه؟ حد عارف؟ ميديكال ايرور في امريكا، رعايه صحيه، جوده رعايه صحيه كام؟ حد يقول رقم؟ من 45,000 ل 90,000 عيان في السنه ميديكال ايرور تقريبا. انا حسبتها كده، لو في مصر نفس جوده الرعايه الصحيه بتاعت امريكا هنموت احنا ما بين 23 ل 35,000 عيان في السنه، لو بنفس جوده الرعايه الصحيه بتاعت امريكا. النهارده احنا عايزين نتكلم على الستيوارد شيب بروجرام. الستيوارد شيب بروجرام يعني ايه؟ هنعرفه طبعا. There is no conflict of interest، وكل الماتيريال اللي عندكم the references are in the handout. الاس اتش بي is one of the very big authority في صيدلة. نمرة واحد، طبعا كل واحد جاي النهاردة عارف هو جاي ليه. My expectation منكم اللي انتوا تتفاعلوا معايا، interact وتشغلوا ده. بس what is your expectation مني؟ عايز اعرف. حد يقول؟ واحد يقول؟ حد يقول؟ قول يا باشا. continuous education. ومهم جدا. اللي احنا الصيادلة على فكرة دحيحة، بيحبوا جدا يذاكروا، لكن احنا مع بعض النهاردة هنذاكر عشان هدف اكبر، اللي احنا نخفف العيان. احنا كنا بنذاكر عشان نرجع في الامتحان ونجيب نمرة حلوة، بس الصيادلة عندهم ميزة كبيرة جدا ان هم دحيحة، يعني اي معلومة هيعرفوا يدوسوا فيها. بس النهاردة لما نذاكر هنذاكر عشان ايه؟ نخفف العيان. ده هيعمل فرق كبير قوي. انا قفلت البرزنتيشن تاني، معلش انا شو بس. تمام، شكرا. في كلمة قالت في الاول من دكتور جودة ودكتور صفوت، قالوا there is a dry pipeline. فعلا لو بصينا في التسعينات كان في 18 شركة بتشتغل على انتبيوتك، اول 2010 كانت 18 شركة دول 4. فبيقولوا ان في emerging resistance of bacterial strains but in the same time there is a dry pipeline. يعني ما فيش ادويه جديده هتطلع السوق antibiotics كتير، وعشان كده CDC سموها ده this is the perfect storm. دي العاصفه اللي جايه علينا. زي ما الدكاتره قالوا فعلا هيجي وقت علينا هيرجع العصر اللي هنحكيه حالا. CDC بتعمل حاجه اسمها vital signs. 50% من العيانين اللي هوسبيتالايزد في اليو اس ريسيف انتيبيوتكس، 50% اوف ذيس بيشنتس ريسيف ان ابروبريت انتيبيوتكس ان ذا يو اس. تمام، هنرجع، هم خايفين هنرجع للعصر اللي هو كان اوائل 1900. هي الناس كانت زمان وات واز ذا ميجر كوز اوف ديث ان ذا بيجينينج اوف ذا 19th century انفكشنز. دلوقتي بقى كارديوفاسكولار، سرطان، والحوادث. ومصر الاحصائيات بتاعتها في الوفيات الكوز اوف ديث زي اوروبا والدول المتقدمه. فده الديس ريت بتاعنا. ايه ده؟ حد يعرف يجيب الاكس راي يطلع من دي الاكس رايز؟ حد يعرف يطلع من البازل ده الاكس رايز فين؟ الصيادله ده تيست للاتنشن تو ديتيلز عند الصيادله، فالصيادله عامه بيطلعوه بسرعه. برافو عليك يا فندم، حلو. بس ايه علاقه في حد يعرف يطلع توث برش؟ عايز نظر جامد. اللي هو لو حظه وقع على الحرف الاولاني هيجيبه. 3 4 5 من تحت. اي صح يا باشا. ايه علاقه ده بصيدله؟ يعني ايه اللينك بتوين ذيس وورد بازل اند صيدله؟
بالذات في ادويه زي الانهيلر زي الازما دراجز زي الكارديو فاسكولار دراجز. وانا بكلم العيان لو هكلمه الدكتور بيكلمه عن الديزيز والدواء، انا صيدلي بكلمه عن الديزيز والدواء، العيان بيبقى في دماغه الكلام كله اللي ده بازل. دور الصيدلي انه يظبط البازل ده يطلع منه كلام وحاجات حلوه. طيب اول ما سمعت كلمه ستيوردشيب انتي مايكروبال ستيوردشيب بروجرام، واتس فيرست كيم تو يور مايند؟ بالذات واحنا في فندق جنب المطار، وي ار نير ذا ايربورت and we are speaking about stewardship. What is the first اي الحاجه جت في مخكم ايه؟ حد يقول، واحد يقول ضيافه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ صح، ان الصيدلي هنا ده نمره واحد. stewardship program is not a pharmacy business. هنعرف قدام دلوقتي what is a stewardship program. It is not only a pharmacist business. طيب طبعا انتوا بتصرفوا antibiotics. What is the major or what is the most common three antibiotics انتوا بتصرفوهم؟ Augmentin, Cibro, وتفانك. في اختلاف؟ طيب ده كان السؤال السهل. This was the easy part of the question. بس ما عادش بتصرف عن طريق prescriptions ولا انتوا بتصرفوها؟ هم معظمهم لو في مستشفى بيصرفوها prescription، لكن بره بيصرفها بيصرفها بتطلع كده OTC OTC بين قوسين يعني. على فكرة في حد ساكن في المريوطية؟ حد بيعدي على المريوطية؟ وانت نازل من من الدائري كده نازل نزلة المريوطية بتشم ريحة حاجة؟ في مزرعة فراخ هناك ريحة انتيبيوتيك فظيعة. طبعا لان هما بيعملوا ايه؟ بيفتحوا الكبسولات الانتيبيوتيك لأكل الفراخ، فاحنا بناكل فراخ فيها انتيبيوتيك ومعها مايكرو اورجانيزم ريزيستنت للانتيبيوتيك اللي مأكلينه الفراخ، غالبا بيبقى تتراسايكلين. السؤال الصعب بقى، حضرتك قلتي اوجمنتن سيبرو وتفانك، why you are dispensing them؟ في طبعا حد قبل كده قال لي انا بصرفه عشان الدكتور بيكتبه. فطبعا اتفضل. حلو، حد بيصرف لسبب تاني غير ان هو سمع او الدكتور كتب؟ كلنا نروح نعيد صيدلة من أول وجديد. إنه بونس. لا لا. There is always the first thing that you need to know about the antibiotic. What is the indication? So what is the, like what are the indications for using antibiotics? Post operative, pre operative, okay. But this اسمها إيه؟ Prophylactic. صح؟ في treatment. وفي امبيريك. حد سمع كلمة امبيريك؟ امبيريك يعني ايه؟ امبيريك يعني انا ما عنديش اني سوليد داتا على الاورجانيزم شكله ايه، بس البيشنت از كريتيكال بيشنت سو اي ام جيفينج ا برود سبيكترم انتيبايوتيك. تمام. في امريكا الازيثروميسين والاموكسيسيلين اكتر من الاكتر 10 ادويه بتتصرف عندهم هناك بالملايين اوف البريسكريبشنز. ايه علاقه البوينج بصيدله؟ البوينج احنا جنب المطار. طيب لو كل واحد فيكم صحي الصبح فتح الجورنان اول صفحه يلاقي ايه؟ كل يوم يصحى يلاقي طياره بوينج وقعت ومات كل الناس اللي فيها، هيروح يركب طياره؟ مش هيجي اصلا يحضر هنا جنب المطار، صح؟ طب انتوا عارفين احنا بنعمل كده في مين؟ كل عيان بيدخل لنا المستشفى غالبا احنا امريكا، يعني الامريكان بيموتوا تقريبا كل يوم قد طياره بوينج. زي ما انت بتحبوا المالتيبل تشويس. سو هي الكيس كبيره بس احنا ده بيتكلم على الايكولاي انفكشن. تمام. العيان ده از ان اولد وومن
today history of fatigue, fever, nausea, vomiting, fever, عندها fever, blood pressure, pulse rate. هو ايه الهول مارك اوف انفكشن؟ هنتكلم عليها قدام. لابوراتوري طلع عندي يورين اناليسيس فيها مور ذان 50 ليكوسايتس، في جرام نيجاتيف رودز طلعت في اليورين اناليسيس اون اكزامينيشن. دخلت المستشفى تريتوز اجريسيف انترافينوس فلويد ثيرابي ان امبيريك بيبراسيلين تازوباكتام برود سبيكترم انتيبايوتيك on hospital day 2. ليه day 2؟ ليه day 2 مهم عندنا في الصيدله ودكتور واي حد بيعالج عين عند انتيبايوتيك؟ لان في day 2 بتطلع الكالتشر. قبل ما احقن الانتيبايوتيك في العيان لازم اخد المزرعه بتاعتي وابعتها تبقى كالتشر انسنسيتيفيتي، غالبا بتطلع بعد يومين او 3 ايام. هي هنا طلعت ايه؟ بوزيتيف فور اشريشيا كولاي، susceptible to piperacillin, imipenem, ciprofloxacin, ampicillin and natrofurantoin. السؤال مهم جدا، قبل ما نجاوب السؤال ده نفهم اللي احنا قارنا تيم. وانا بمر مع الدكتور بتاعي، بمر معاه انا بساعده والممرضه والانفكشن ديزيز، وهنشوف التيم كله. We are helping each other to make the decision. But the physician is the one responsible to take the decision. أنا كصيدلي بديله informed decision making، فهياخد informed decision taking. مين يقول إيه يرفع إيده؟ مين اللي هيكمل ببراسيل أنت زوبكتام يرفع إيده؟ واحد، اثنين. مين هيدسكونتينيو ويبتدي أمبيسيلين؟ ما حدش، مش هتدوا العين حاجة؟ هتروحوا العين؟ طيب مين هيدسكونتينيو البيبراسيلين ويبتدي سيبرو؟ حضرتك اكيد. انا عارف هذا. طب ديسكونتينيو وتبتدي ايميبينام وزيكاربابينام. في ناس طبعا كده ما رفعوش ايديهم، تمام، فغالبا هيختاروا اي. الاجابه بي، هندسكونتينيو ونبتدي امبيسيلين. ليه؟ ده فيرست برينسيبل في الانتيبيوتيك ستورتشيب بروجرام، حاجه اسمها دي اسكيليشن. انا ابتديت امبيريك تريتمنت عشان ما كنتش عارف الاورجانيزم ايه، طلع لي سستابيليتي امبيسيلين، طلع لي سنسيتيفيتي مع امبيسيلين، هبتدي امبيسيلين. بس الكي بوينت هنا ايه؟ الانتي مايكروبيال ستورتشيب بروجرام از ان ايفيدنس بيسد بروجرام تو اوبتمايز الانتي مايكروبيال بريسكريبشن and limiting unnecessary broad spectrum antibiotics. ليه؟ هو البرود سبيكترم هيعمل ايه؟ هيعمل لي it will increase the rate of resistance. هنا عشان انا شغال في اونكولوجي فجبت لكم فيفر نيتروبينيا بيشنت. في الفيفر نيتروبينيا في الجوريثم، تمام، بتدي فيرست لاين ذن سكند ذن سكند لاين ذن انتي فانجل ذن انتي فايروس، تمام. اهم حاجة هنا العيان عنده برضو فيفر، عيان عنده انفكشن عنده فيفر، شفت البلاد بريشر بتاعه، شفت الهيموديناميك سيستم بتاعه عامل ايه. طيب العيان ده chest radio chest x-ray normal blood and urine cultures are pending، هبتدي ايه؟ A B C ولا D؟ مين يقول ايه؟ في حد رفع ايه؟ واحد. مين يقول بي؟ ارفعوا ما تخافوش، ما حدش هيعمل حاجة. مين يقول سي؟ ومين يقول دي؟ هي طبعا هنا انا لازم ابتدي ايه؟ لازم ابتدي امبيريك برود سبيكترم اجريسيف تريتمنت، لان كل ساعة بتمر على العيان ما بياخدش فيها البرود سبيكترم انتيبيوتيك is a 25% opportunity for mortality. طيب انا ممكن ادي هنا فانكومايسن، ممكن ادي هنا فانكومايسن in the following case، لو العيان عنده grade 3 و 4 ميكوزايتس او واخد high dose chemotherapy. ليه؟ لان ده is a high risk for ميكوزايتس. طب ليه العيان لما يبقى عنده ميكوزايتس
بدي فانكومايسن لو جريد 3 و4 هي ايه نورمال فلورا اللي في البق؟ جرام بوزيتيف. فبتدخل لما البارير ده بيروح بتدخل في البلاست ستريم وتعمل انفكشن، فبندي الفانكومايسن. لكن مهم جدا احنا نفهم ان في الفيبرايل نيتروبينيا ريكواير ايميديت فيري كويك، عشان كده احنا بنقول عندنا في الصيدليه لما يبقى عين داخل فيفر نيتروبينيا بيحط ليبل اصفر كده اسمه ستات. ستات يعني العلاج من وقت ما الدكتور كتبه لغايه ما عين ياخده ما بيعديش 25 دقيقه. العيان ده عنده نيمونيا. الفكره هنا اللي احنا دخلنا في حاجه مهمه جدا ودي لازم نتفق عليها مع الدكاتره، السكورينج سيستم بتاعنا. العيان لما بيجي لي في البيشنت كير اول حاجه اسسمنت، تاني حاجه بلان، تالت حاجه فولو اب. في الاسسمنت لازم تبقى حاجه ميجربل في سكور عشان نبقى ستاندردايزد وما نتخانقش مع بعض. وليه اعمل كاتيجورايزيشن للعيان؟ ليه؟ حسب الريسك ستراتيفيكيشن او كاتيجورايزيشن بتاع العيان بديله نمره واحد اجريسيف تريتمنت او نوت اجريسيف تريتمنت، او هديله اوت بيشنت تريتمنت او وورد تريتمنت او اي سي يو. وانا متهيالي ان الجمعيه بتاعت حضراتكم يعني عملت حاجه، انا سمعت ان عملت حاجه بالنسبه لي جميله جدا، ان هي عملت الجايد لاينز بتاع الريسبيراتوري تراكت انفكشنز، وفيها متهيالي السكور فيها الكيرف تويست فيها الكيرف. فطبعا دي از ا فيري جريت انديكيتور لعظمه الجمعيه دي بصراحه. ده اللي هو يا دكتور شريف البوكيت جايد لاين، ذيس از ذا بوكيت جايد لاين اللي كل الناس ماشيين بيه، لكن معمول منه بقى الفيرجن اللي هو الكبير. تمام. طبعا احنا هندي امبيريك وهوديه الميديكال وورد. عارفين ليه؟ لان في كلمه وحيده حل الاجابه دي هنا، سكور 3. لو سكور من 0 ل 1 هطلعه اوت بيشنت، السكور من 2 ل 3 هاد لازم ادخله ميديكال وورد، سكور اكتر من 3 هدخله الاي سي يو. اسال يا باشا. دور الصيدلي دايما ان هو جنب في التيم بتاع الهيلث كير بروفيشنالز. احنا دايما بنروح للدكتور، احنا بنبقى مذاكرين العيان، فانا دايما ببقى جنب الدكتور بساعده بقول له خلي بالك ده دي 2، خلي بالك العيان ده كذا كذا، اعمله السكورنج سيستم ده، خلي بالك العيان ده سكور كذا، خلي بالك انت قلت ان العيان ده جريد 3 ميكوزايتس، خلي بالك يبقى لازم تديله فانكومايسن. احنا جنب الدكتور. السؤال هنا بيقول ايه؟ اعرف منين المستشفى فيها كلينيكال فارماسي ولا لا؟ عارفين الاجابه على الموضوع ده ايه؟ هل الصيدلي از ان انتجرال بارت ان ذا كلينيكال ديسيجن ميكنج ولا لا؟ لو لقيت في مرور في صيدلي والصيدلي بيتدخل او عنده انترفنشنز في كلينيكال ديسيجن ميكنج، يعني بيدي انفورميشن للدكتور، الانفورميشن دي بس مش دراج انفورميشن، لكن از ا فيري سبيسيفيك ديزيز ريليتد انفورميشن للعيان والمانجمنت بتاعت العيان، الفارماكوثيرابي بتاعت العيان، مهم جدا ان احنا نشتغل في الجزئيه دي. العيان ده عنده سي او بي دي وكوميونيتي اكوايرد نيمونيا على فنتليتور، الجرام ستين الاندوتراكيال اسبيريت شوز بولومورفيك سيلز جرام نيجاتيف رودز، هديله ايه؟ هو انا خايف، ده السؤال بقى اللي بنساله، وده السؤال اللي احنا بنقعد مع الدكتور بنسال الدكتور بيقول انت خايف من ايه في العيان ده؟ عارفين احنا خايفين على مين في العيان ده؟ انهي كومن مايكرو اورجانيزم ممكن يموت العيان ده؟ عارفينه؟ سوري. هنبتدي سي في بيم which is a fourth generation توبراميسن امينوجوزات وازيثروميسن. ليه؟ لان احنا خايفين من سودوموناس ايريجينوزا، احنا خايفين من سودوموناس ايريجينوزا، فلازم الريجيمن دي يبقى فيها انتي سودومونال بيتا لاكتام، ويبقى فيه انذر كفرج زي سي في بيم بلس السيبرو والليفو. تمام. فمهم جدا ايه؟ ديو تو انكريزنج
مايكروبيولوجيكال او انتي مايكروبيال ريزيستنس بالذات الجرام نيجاتيف باثوجين، لازم في امبيريك كفرج، وحسب العيان بتاعي انا بخاف على انهي مايكرو اورجانيزم، هنا خايف من سيتوموناس اريجينوزا. في النقطه دي كل واحد في المستشفى بتاعته عنده انتي بايوجرام. شفتوا الانتي بايوجرام ده قبل كده؟ الانتي بايوجرام ده بيطلع كل شهر كل 6 شهور حسب ما متفقين في المستشفى، وساعات كمان بيطلع يونت سبيسيفيك، يعني لان المايكرو اورجانيزم اللي موجوده في الاي سي يو غير المايكرو اورجانيزم اللي موجوده في الورد. فبيطلع لي بتاع المايكروبيولوجي يقول لي انا عملت 100 بلاد كلتشر، المايكرو سنسيتيفيتي طلعت كذا 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 كذا، يبقى انا فيدباك مع المايكروبيولوجي. يبقى ده داخلين كمان ان اديشن سمعنا التيم مايكروبيولوجي. في حاجه ثانيه، اخر حاجه بقى في الكيس هنا، عايز اخرج العيان، عايز اعمل ديشارج بلانينج. One of the most important concepts اللي انا حافظ على الانتيبيوتيك بتاعي اللي انا اوقفه بسرعه اي في واقلبه اورال. مهم جدا نفهم الجزئيه دي. انا اكتر في اسرع وقت عايز اوقف الاي في انتيبيوتيك وابتدي اورال. ده مهم جدا في الحته دي. بس عشان نلخص الجزئيه دي، سمعتوا عن الايدزا؟ هي ايه؟ Infectious Disease Society of America، ودي Society of Healthcare Epidemiology of America. الاثنين دول مع بعض مع CDC، CDC Center، دول مهم جدا في Infectious Disease، عاملين 12 steps. حد سمع عن CDC 12 steps؟ CDC يهمها ايه؟ يهمها انها تعمل Prevention of Infection عن طريق Vaccination، عن طريق انه يمنع الكونديشن اللي بتؤدي الى الانفكشن. زي ايه؟ حاجه بتحصل كتير جدا، اسبيريشن، ستريس ألسر، اند مينتينينج ادكويت هايدريشن فور ذا بيشنت. واهم حاجه في بريفنتنج انفكشنز ان الكاستر بتاعي يطلع بسرعه من العيان، على قد ما اقدر ما بقعدش الكاستر كتير في العيان لانه سورس اوف انفكشن. تاني حاجه، الدياجنوز بتاعت الانفكشن عندي شكلها ايه وتريتمنت شكلها ايه. الخضره دي اللي احنا مين اللي هنتكلم عليها، يوز انتي مايكروبيالز وايزلي. واول حاجه بيقولها سي دي سي، لو سمحتوا تعلموا تو سي نو بولايتلي، سي نو، مينيمايز برود سبيكترم انتي بايوتكس، افويد كرونيك اور لونج تيرم يوز از بروفيلاكسيس، prevent transmission. Why should I isolate the pathogen؟ انا دايما دوري وانا ببص على عيان عنده infection دايما بقعد ادور على site of infection، والدكتور بتاعي بيقول لي ايه، انا بقلب العيان، قاعد اقلب العيان عايز ادور على site of infection. ليه؟ لان كل site of infection ماله فيه الموست بروبابل مايكرو اورجانيزم اللي موجود فيه. طب لو انا عرفت site of infection هعرف ايه directly بعديها؟ The drug of choice. وانا نفسي دايما اختار the drug of choice، بس في واقع الحياة the drug of choice مش موجودة يعني. طيب، يبقى لغاية دلوقتي احنا عرفنا ان الانتي مايكروبيال ستورتشيب بروجرام ايه؟ إذا مارج جواز كده قانوني بين الانفكشن كنترول والانتي مايكروبيال مانجمنت. اول حاجة في الانفكشن كنترول بنقول ايه؟ اول ما اسمع كلمه انفكشن كنترول بفكر في ايه؟ اغسل ايدي. الهاند هايجين مهمه جدا. طب وات كان يو دو؟ حد هو قاعد دلوقتي بيصرف انتيبيوتكس، اول حاجه هتعمليها ايه لما تروح المستشفى او تروح الصيدليه؟ هتعملي ايه؟ طب اول حاجه تغسلي ايديكي، اوكي، وتلبس البالطو، ماشي، تعملي ايه بقى في المانجمنت؟ حد يقول انتوا ممكن تقولوا تقرا روشته وترفع السماعه للدكتور تقول له انت الدواء ده مكتوب ليه؟ المفروض اصلا وانت في المستشفى في 3 ليفلز اوف اكشن للصيدلي. في ليفل بيفور ذا بريسكريبشن اسمه هوسبيتال فورمري، اسمه جايد لاينز، زي اللي موجوده هنا الجايد لاينز اللي كانت الدكتور مديها لي. لا مش لازم.
مش هزعلك. لما بنتخانق مع بعض او يبقى في arguing في معظم الوقت في 80% من الوقت الاسود اسود والابيض ابيض. حبه حاجات في الكلينيكال براكتس بتبقى رمادي. احنا اتعلمنا في كليه صيدله دايما في اجابه واحده صح، صح دايما كانوا بيسقطونا عشان في اجابه واحده صح، لكن في واقع الشغل في اجابات كتيره صح. طب الصح ايه؟ الاصح اللي موجود في الكتاب ده كلنا هنرجع له. عشان كده لازم الكتاب ده يبقى موجود في البراكتس بتاعي وفي جيبي وموجود بعد كده هنعرف موجود فين كمان. انا كصيدلي او كل ما يجي لي انتيبيوتيك بريسكرايبد هعمل ايه؟ اول حاجه هتاكد ان قبل العيان ده ما خد الدواء بتاعه ان اتسحبت منه كلتشر. تاني حاجه الصيدلي بيعملها ايه؟ انه بيتاكد ان الانديكيشن صح، الدوز ريجيمين صح. دوز ريجيمين يعني ايه؟ يعني دوز اند ديوريشن، دوز اند ديوريشن. واهم حاجه بعد كده ري اسسمنت بعد 48 ساعه. لازم اعمل ري اسسمنت بعد 48 ساعه ان اي شود ري ادجست ماي مانجمنت اكوردنج للريزلتس اللي طالعه لي. مدير المستشفى رئيس مجلس اداره بتاع المستشفى المفروض يعمل ايه؟ يعمل سبورت، يكون التيم اللي هنعرفه دلوقتي. الدكتور يعمل ايه؟ يبريسكرايب انتيبيوتيك كوركتلي اند دوكومنت ايفريثينج، الدوز الديوريشن اند اول اند فولو اب الهاند هايجين. البيشنت يعمل ايه هنا؟ وي ار امباورينج ذا بيشنت. زي ما انا سمعت من الدكاتره، سمعت من الدكاتره كمان ان هم هيجيبوا عيانين، ودي مهمه جدا لان empowerment of the patient is one of the most essential parts في القصه دي. العيان يقول ايه؟ بيقولوا له يقول ايه؟ بيقولوا له ask if test will be done. هو العيان هيسال انا اتعمل لي كل التست، اتعمل لي فين الكالتشر بتاعتي؟ انا بعلم العيان اللي المفروض قبل ما ياخد الانتيبيوتيك يتسحب له كالتشر. فقبل ما مرضى تديله الانتيبيوتيك فين؟ اسحبي لي كالتشر. الحاجه الثانيه بيغششوا العيان، بيقولوا له ايه؟ المفروض اي فريق طبي قبل ما يجي يلمسك يبقى غاسل ايديه ويدخل له الدكتور او الصيدلي يقول له غسلت ايديك ولا لا. فذيس از امباورينج ذا بيشنت. طبعا في مصر هنرميهم من الشباك لكن ما فيش مشكله. وات از ذا هول مارك اوف انفكشن؟ انا كان في كتاب كده على جوجل انفكشن ديزيز سيكريتس، عملت عليه هايلايت لاكتر وورد موجوده في الكتاب، لقيتها فيفر. ففيفر از ذا هول مارك اوف انفكشن. عشان كده في ناس بتتكلم ان استخدام الانتي بايريتكس مع الانفكشن فيها حبه مشاكل. طيب وانت بتعالج العيان بتاعك الدكاتره والصيادله، التريتمنت فشلت؟ العيان خف ولا ما خفش؟ ساعات كتير ما بيخفش، في تريتمنت فيلير. واي؟ حد يعرف يقول رايك ايه؟ واي انتي مايكروبيال تريتمنت فيلير فندم؟ صح، ان الدياجنوزس غلط او حصل له سوبر انفكشن. صح، ده ايه الجمال ده؟ الاورجانيزم ريزيستنت. صح، انتوا كل اللي في السلايد اللي انتوا قلتوه موجود في السلايد فعلا. نمره واحد رونج اور ديليد دياجنوزس، نمره اتنين رونج دياجنوزس، ثلاثه ايرورز لو في المعمل يعني سستبتابيليتي، ان ادكويت كونسنتريشن اوف ذا انتيبايوتيك. يعني انا لما ادي الانتيبايوتيك لازم اظبط الجرعه عشان تطلع الجرعه مظبوطه، والجرعه دي تعدي حاجه اسمها الام اي سي هنشوفها دلوقتي. طيب معلش عشان الزرار ده جديد بالنسبه لي. طب دلوقتي بعد الكلام اللي قلناه لغايه دلوقتي، كان يو ديفاين الانتي بايوتيك ستورشيب بروجرام؟ حد بقى لازم يقوم يتكلم بصراحه. كان يو ديفاين؟ احنا قلنا اتفضل. صح صح، احنا خدناها قبل كده اللي هي المارج بين انفكشن كنترول، يعني انفكشن بريفنشن اند انفكشن مانجمنت. وعشان كده هنقول ان الستورتشيب از ان اكتيفيتي، مالتي ديسيبلينري اكتيفيتي، وحالا هنشوف التيم بتاعها ايه.
promote ايه؟ promote appropriate use, selection, dosing, route and duration of antimicrobial. And what is the goal? عندي two sets of goals. Primary goals regarding optimizing the patient clinical outcome, minimizing adverse effects, reducing the selection of the pathogenic organism, and reduce or stabilize resistance. What is the secondary goal? Reduction of costs. Reduction of costs. وما دام بنتكلم عن الكوست، حد فيكم عارف في المستشفى بتاعته الانتيبيوتيك كام في المية من البادجت بتاع الأدوية؟ 40%. في تاني؟ طبعا كل مستشفى حسب البوبوليشن بتاعتها هتفرق في البرسنتج، لكن في حاجة هنا في منتهى الأهمية. لما قلنا اوبتمايزيشن، احنا ما قلناش ريدكشن ان كوست، قلنا اوبتمايزيشن ان كوست. ليه؟ لأن الكيرف ده في ارتكل في الميدسكيب بيتكلم ان في appropriate use. الازرق ده كان الانتيبيوتيك اكسبنديتشر بير يير. لما عملت انتيبيوتيك ستورج بروجرام قللته 11% الاحمر ده. لكن لو انا ابتديت اشتغل اللي انا بس اقلل الكوست، هعمل حاجه اسمها ايه؟ في تيرن اوفر بوينت هنا اسمها بوتنشال هارم. Point at which cut in cost is inappropriate. So we need to make sure as pharmacists that the patient is as highest therapeutic effect, lowest side effects and optimum cost. طبعا الكوست ما عندناش نتكلم فيها دلوقتي. حد عارف بيتر دراكر ده؟ بيتر دراكر is the man who invented management. قال ايه الراجل ده؟ قال حاجة مهمة جدا. قال we cannot manage what we cannot measure and what is measured improves. الكلام ده معناه ايه؟ لو انا في المستشفى بتاعتي ما بقيس استخدام الادوية، ما بقيس استخدام الانتيبيوتيك، ما عنديش احصائيات عن الاستاتيستيك بتاعت الكالتشر اند سنسيتيفيتي، هعرف امانج الديزيز؟ لا. عشان كده الانتيبيوتيك ستورتشيب بروجرام is a very meticulous activity. بنعمل فيها measurement للحاجات دي. طب how we can we measure our program؟ عندنا حاجتين: stewardship metrics، عندنا antimicrobial consumptions، احنا بنستهلك قد ايه دواء. تمام؟ بس انا بستهلك قد ايه دواء will not give me a great indication or a great measure. فI need to convert it into to DDD and DOT. The DDD is a defined daily dose and the DOT is a days of therapy. في الـ DDD is a WHO measure for antimicrobial use in which the average daily dose of an antibiotic in standard patient is measured. الحاجة الثانية days of therapy where we calculate the days that a certain or patient population is exposed to antibiotics. And to standardize this both matrix, عملنا denominator. يعني في numerator and denominator. دائما denominator ده عشان standardize، عشان اطلع نتيجة منها. قلت الكلام ده DOT او DDD قد ايه من 1000 patient day. فبطلع رقم، كل شهر اطلع الرقم ده وابص عليه. هو بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ حد يقدر يقول لي دلوقتي التيم بتاعت الانتيبيوتيك ستورتشيب بروجرام مين؟ الرئيس مين؟ الرئيس مش عشان انا فارمس اقول الفارمس، لا، الفيزيشن. الهيلث كير تيم الرئيس بتاعه الدكتور، الصيدلي معاه. بس انا هسمي الصيدلي ايه؟ هسمي الدكتور انفكشس ديزيز فيزيشن، هسمي الصيدلي انفكشس ديزيز فارماسيست، والفيوتشر اوف فارماسيست ار سبيشاليزيشن. فلو حد بيحب القصه دي، احنا وي كان هيلب يو في المستشفى، احنا نعمل مور ادفانسد سيشنز ازاي تبقى انفكشس ديزيز فارماسيست. يعني اللي يحب يبقى انترستد يمكن يجيب اسمه
وانا في الاخر برضو هحط الكونتاكت بتاعتي تبعته لنا عندنا على طول. انا عايز مايكروبيولوجيست معايا عندي، عايز انفكشن كنترول، عايز واحد بتاع ابيديميولوجي، وعايز واحد يعمل لي داتا مانجمنت. ايه الاستراتيجيز من اول البيشنت كير بروسيس اسسمنت بلان فولو اب، من اول ما يعني بقى ايفالويتد انا بعمل ذيس ديفرنت استراتيجيز، بعمل ايديوكيشن awareness, orientation, guidelines، زي الكتاب اللي هنا antibiotic debatable دلوقتي، حاجة اسمها antibiotic cycling، يعني المستشفى في البورد بتاعها في infectious disease committee بيقعدوا مع بعض يقولوا والله انا كان عندي first line antibiotic هستخدمه كل 3 شهور هغيره او كل 6 شهور هغيره. هنتكلم على 2 core strategies. the first one is called pre-authorization and formal restriction. على فكرة كل انا بقوله لكم ده حاجات بنعملها، يعني مش ثيوري، كل انا قلته لغاية دلوقتي حاجات احنا بنعملها is not theory. فاول core strategy is pre-authorization and formulary restriction. يعني ايه؟ كل مستشفى مصر ليها دستور ادوية، كل مستشفى ليها دستور ادوية، دستور الادوية بتاع المستشفى بتاعك بتاعكو في ادوية معينة بسميها restricted drugs. ال restricted drugs دي can be patient specific or drug specific. I will show you some drug specific زي الفانكومايسن. For our physician in our hospital to order vancomycin, he need to fill this, and this is electronically. على الالكترونيك سيستم بتاعنا الدكتور بيدخل يختار واحدة من الانديكيشنز دي عشان اصلا يقدر يكتب الفانكومايسن. عملنا الورقة دي ازاي؟ collaboration microbiology antibiogram physician infectious disease pharmacist infectious disease committee. طلعت للكاربابينيميز، طلعت للنيزوليد، طلعت للكوليستين، طلعت للتايكوبلانين، لايبوزوم الانفوتيريسين بي، انتي فانجلز كمان، فوريكونازول، مايكوفانجين، كازبوفانجين. ده كان الريستريكشن. لو اي حد عايز ياخد الريستريكتد فورمز يبعت لي ايميل هبعت له السوفت كوبي بتاعت الريستريكتد فورمز دي، من اول الستبس اللي بتقلل وبتظبط الانتيبيوتيك ستورتشيب بروجرام. تاني حاجه بروسبكتيف اوديت اند فيدباك. بنعمل ايه في البروسبكتيف اوديت اند فيدباك ده؟ احنا بنستخدم فيها الماتريكس اللي قلنا عليها، بناخد سيرتن ستارتنج بوينتس، نبتدي نعمل بيز لاين للدي دي دي اند دي او تي، ونبتدي نبص عليه كل شهر. طب لو فجاه لقيت عندي ابيوز اعمل ايه؟ ألم الدكاترة وألم الصيادلة إن الـ educational opportunity. يا جدعان إحنا عندنا مشكلة، إحنا الـ antibiogram الشهر ده طلع فيه increase in resistance by 5% or 10%، فنبتدي نلم الصيادلة نلم الدكاترة، لا في حاجة غلط بتحصل، خلي بالكم بتوع الـ infection control يلفوا في المستشفى عشان كله يغسل إيديه. تمام. حاجة من الحاجات المهمة جدا clinical decision support softwares. انا جبت لكم امثله للسوفت ويرز اللي موجوده في السوق، وممكن ابعتها لكم برضو ايميل. احنا ما بنستخدمهاش، احنا بنستخدم السيستم اللي عندنا اللي هو سيرفر. في حاجه مهمه جدا، احنا كل ده كنا بنتكلم على ايه؟ استراتيجيز. بيتر دراكر برضو الراجل بتاع المانجمنت ده قال كلمه دي برضو، قال دي الكالتشر از ذا كيلر اوف استراتيجي. يعني ايه الكالتشر بتاعتنا احنا؟ يعني الكالتشر بتاع الهيلث كير تيم كل اني استراتيجي. فعشان كده المهم نعمل ايه؟ عن طريق الاويرنس، عن طريق الكلام مع بعضينا، عن طريق الميتينجز، ان نخلي فيه كالتشر اوف ابروبريت يوز اوف انتيبيوتيك. طيب اول ستيب فيها هاو تو سيلكت. حد عارف هاو تو سيلكت الانتيبيوتيك ريجيمن؟ حد عارف اول خطوه ايه؟ بس قبليها confirm the presence of infection زي ما حضرتك بتقول. اول حاجه قبل ما اخد كالتشر انا بعمل، الدكتور بيعمل assessment وانا بعمل assessment للهيستوري بتاعت العيان، الساينز اند سيمبتومز بتاعت العيان، والبريدسبوزنج فاكتورز بتاعت العيان. هل العيان ده كمان كان قبل ما يجيلي دلوقتي من اسبوعين او 3 اسابيع كان موجود في مستشفى تانية؟ دي بتغير لي فكري في الانتيبيوتيك اللي هديهوله. تمام.
تاني حاجة بسعى إلى الـ identification of the pathogen. أنا عايز site of infection، عايز identify الـ pathogen. تالت حاجة ببتدي على أساسها، على أساس الـ host factors، هو critical ولا مش critical، ريسك بتاعه كتاجر أخبارها إيه، هديله أنهي نوع من التريتمنت اللي كلمناها، هديله preemptive، هديله prophylactic، هديله treatment، هديله prophylaxis والدراج فاكتور بتاعي. وأهم حاجة monitor response. إحنا عارفين إحنا بنتكلم على resistant microorganism، بس إحنا لازم نعرف برضو our friends. إحنا عندنا microorganisms which are our friends. مين هم عارفينهم؟ تمام، are the normal flora. ايه أهمية ان احنا نعرف النورمال فلورا؟ عشان لما يجي لي الكالتشر او السنسيتيفيتي من المعمل ابقى عارف المايكرو اورجانيزم اللي طالع في الكالتشر ده اذا نورمال فلورا ولا باثوجينيك فلورا. لو لقيت ايكولاي في ستول كالتشر ايه الاخبار؟ لازم اسال السؤال الثاني، هو التايتر بتاعها قد ايه؟ ده مهم قوي. كام كولوني فولوني كام كولوني فورمينج يونتس موجوده؟ يبقى ما ينفعش واحد يقول لي ستول كالتشر فيها ايكولاي. كام الكاونت بتاعها قد ايه؟ ده مهم جدا. ايه وات از ما اور ناتشورال ارمي اللي شغال معانا بيحارب الانفكشن؟ الاميون سيلز. برافو عليك. انا وانا ببص على السي بي سي كومبليت بلاد كاونت ممكن اعرف الانفكشن دي ايه، هل هي بكتيريال موست بروبابلي، هل هي انتي فانجل موست بروبابلي، ولا فايرال. ممكن اشوفها من من البروفايل بتاعي، الدكتور بيعرف يقول لي وانا ممكن اشوف معاه. هاو تو ميجر الانفكشن؟ مش احنا قلنا وي كانوت مانج وي كانوت ميجر؟ عندنا تو دايمنشنز وي نيد تو ميجر، وي نيد تو ميجر انفكشنز اند وي نيد تو ميجر الانتي بايوتيك افيكاسي. حد عنده فكره هاو تو ميجر؟ We measure infections with different tests. The culture sensitivity MIC. The blood culture, مثلا بوتل عندنا. وده الـ MIC. تمام؟ طيب. احنا في صيدلة بنحب قوي ايه؟ الحاجة اللي انتم بتحبوش تحضروها ابدا في صيدلة ايه؟ الفارماكوكينيتكس والفارماكوديناميكس، عشان مليانة ايه؟ معادلات ومسائل. لكن هي هنا مهمة جدا عشان افهم الدواء شغال ازاي. هعمل ايه؟ اول حاجة الفارماكوكينيتكس بتقول لي الكونسنتريشن تايم بروفايل. طب الكونسنتريشن تايم بروفايل بيقول لي ايه؟ السيرم كونسنتريشن اوف ماي دراج ات ذا سايت اوف انفكشن. لو انا عندي بلاد ستريم انفكشن يبقى ات ذا سايت اوف انفكشن. لو انفكشن في حتة تانية، احنا عندنا المالتي كومبارتمنت موديل في الكاينيتكس، بس احنا دايما بنعتمد في القياس على ايه؟ البلاد كومبارتمنت، صح؟ طيب الحاجه الثانيه الفارماكوديناميكس اللي هي ايه بقى؟ الكيلينج بروبرتي بتاع الانتيبيوتيك، الايفكت بتاع الانتيبيوتيك. فوق كان عندنا كونسنتريشن تايم بروفايل، تحت عندنا ايه؟ دراج ريسبونس بروفايل او دراج ايفكت بروفايل. بنبص على هنا في ايه؟ ببص على الام اي سي المينيم انهبيتوري كونسنتريشن. لازم هنا افهم ايه الفرق. حد عارف الفرق بين الكونسنتريشن ديبندنت انتيبيوتيك والتايم ديبندنت انتيبيوتيك؟ حالا هنعرفه. وحد سمع قبل كده على البوست انتيبيوتيك افكت، ان في انتيبيوتيك عندها بوست انتيبيوتيك افكت؟ This is a pharmacodynamic properties of certain drugs. هنشوفها دلوقتي. حد عنده معمل بيقيس رابيد دراج مونيتورنج؟ We can measure in our hospital all these antibiotics. تمام؟ طب لو ما عندكش معمل هتعرف تعمل سيربيد دراج مونيتورنج؟ هعرف. عن طريق ايه؟ عن طريق بقى ان انا هدخل على الكليرنس بتاع الدواء، على سيرم كرياتين بتاع العيان، وحبه معادلات والجداول هقدر منها اطلع البريدكتد ليفل بتاع العيان. فمش لازم يكون عندي جهاز. طيب
What is the difference between concentration dependent and time dependent antibiotic? حد عارف؟ تفضل يا باشا. تفضل. هو بس في مشكلة الكونسنتريشن ديبندنت ما بيحتاجش تايم اوفر الام اي سي. الكونسنتريشن ديبندنت بيحتاج بس البيك. لكن التايم ديبندنت هو اللي محتاج اسيرتن تايم. الرسمة دي هتقول لحضرتك القصة دي. انا عندي 3 ميجرز اقدر اقيس بيهم الانتي مايكروبيال افكت بتاعي. The first measure is the peak MIC ratio and this is done for concentration dependent antibiotics. وهم عملوا كده ليه؟ They are correlating the level of the drug in the blood with the MIC. عارفين بيزودوا عليها كمان ايه؟ Your clinical judgment. بيحطوا الثلاثة دول قدام بعض وبيعملوا الريشيو بتاعهم. فأول ريشيو للconcentration dependent البيك. يهمني هنا البيك. والبيك عشان يبقى more effective في decision making لازم أعمل معاه correlation مع MIC. غالبا البيك ما بيبقى 10 أضعاف الـ MIC في الأدوية اللي هي concentration dependent. الحاجة الثانية time above الـ MIC and this is for time dependent antibiotics. وعندنا antibiotics ثانية زي الـ vancomycin عندها الـ both characteristics. بنستخدم لهم ايه؟ الـ AUC over ratio MIC ratio. الـ AUC represent what? Area under the curve. Area under the curve دي معناها ايه؟ الإكسبوجر أوفر تايم. الإكسبوجر أوفر تايم. فده السؤال ده خلاص أنا قلته. What is the best pharmacodynamic parameter to optimize bacterial killing for vancomycin؟ اختاروا من ده. AUC MIC ratio. برافو عليكم. How should vancomycin be dosed؟ طبعا is the dosing بتاع الفانكومايسن is according to the disease. لكن امتى اسحب عينه الفانكومايسن؟ الحاجه المميزه بس في معمل الصيدله اللي بيعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج ان التايمينج اوف سامبلينج اساسي. يعني لما بسحب ليفر فانكشن بسحب كومبليت بلاد كاونت مش مهم اسحب امتى، لكن لما اسحب لازم اسحب فور ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج لليفل لدواء لازم اعرف التايمينج بتاعته ايه ان ريليشن تو ايه. انا اللي بقول الممرضة تسحبي والدكتور يسحب امتى in relation to the time of administration of the medication. احنا عندنا حاجة اسمها التي هاف، صح؟ دي ايه؟ الوقت اللي عنده 50% من الدواء بيتكسر. ها وحاجة تانية اسمها ايوه صح، لكن ايه الconcentration اسمها ايه؟ تمام، steady state concentration. انا ما اقدرش اقيس الليفل بتاعي بتاع الدواء الا لو دخل السيدي ستيت كونسنتريشن. ولما عملته كده المعادلات وحسبته وطلع السيدي ستيت كونسنتريشن بيجي بعد كام قد ايه وقت؟ 5 تي هاف. يعني لو تي هاف بتاع الدواء بتاعي 8 ساعات، 8 في 5 ب 40 ساعه، يعني تقريبا يومين. تمام، فما بقدرش اسحب العينه بتاعتي الا في السيدي ستيت كونسنتريشن. طيب انا في الفانكومايسن هقيس البيك ولا الترف؟ حسب ما انا عايز اشوف ايه. بس هنا انا هقيس الترف. الترف في تارجت. التارجت هنا ايه؟ according to type of infection. according to the type of infection لو الام اي سي above 1 بتارجت ده، لو الام اي سي اكتر من 1 بتارجت more higher level of the drug to obtain MIC أو time over the MIC أو AUC exposure أو peak above the MIC. طبعا لو أنا بتكلم على infection في central nervous system شايفين بدي vancomycin قد إيه؟ ليه؟ عشان يعدي the blood brain barrier. حاجة تانية، هو أنا ممكن أدي vancomycin في إيه؟ في الشنط أو في الأمية ريزرفوار يدخل على طول على إيه؟ على سي الناس. تمام. طب انا ممكن ادي الفانكومايسين اورال. امتى بدي الفانكومايسين اورال؟ لو انا عايز اعمل لوكال اكشن، لو انا خايف من انهي مايكرو اورجانيزم اللي هو اصلا اساس كل المشاكل في الانتي ميكروبيال ستورج بروجرام. كلوستريدم ديفيسيل.
اللي هو بيعمل الدايريا اللي كان بفيتل، تمام؟ فبدي الاول قبل الفانكومايسن ادي مترونيدازول فور لوكال اكشن، وبعدين ادي فانكومايسن فور لوكال اكشن، تمام؟ طيب باي ذا واي كده الكلوستريديم ديفيسيل وات از ذا كونترا انديكيشن بتاعتها؟ هو لما يبقى فيه دايريا بدي ايه؟ بدي انتي حاجه، انتي يعني ماشي نتكلم على اسمه انتي دايريال، صح؟ في الكلوستريديم ديفيسيل ما اديش حاجه توقف الدايريا. ليه؟ لان الكلوستريديم ديفيسيل بيعمل الاكتيفيتي بتاعته ايه؟ بالتوكسين. فانا عايز التوكسين ده يخرج من الجسم. What is the best pharmacodynamic parameter to optimize bacterial killing for aminoglycosides؟ حاجه زي الاميكين. احنا اتكلمنا على فانكومايسين was concentration and time dependent، فقلنا ايه؟ EUC MIC. الاميوجلايكوزايد احنا كلنا عارفين ان هو ايه؟ concentration dependent. يبقى مهم جدا ابص على البيك بتاعي، تمام؟ فهنا اجيب ايه؟ البيك MIC ريشيو بتاعي. الفانكومايسين انا بسحب الجرعة تقريبا بعد خامس دوز، في الاميوجلايكوزايد اسحب امتى؟ ابص طبعا على التي هاف. بس هنا بقى عندي مشكله. ليه بقى عندي مشكله؟ لان انا بستخدم الامينوجلايكوزايد يا تراديشنال دوزنج يا اكستندد انترفال دوزنج، انه احسن؟ ويتش وان از مور افكتيف اند مور سيف؟ اللي انا ادي الاميكين في دوز قليله كل 12 ساعه، ولا انا ادي الاميكين في دوز عاليه مره واحده في اليوم؟ انهي احسن؟ سنجل دوز، صح؟ وكمان لما بدي سنجل دوز بتديني higher peak and higher post antibiotic effect. بتسهل لي كمان حاجة مهمة جدا عملوها في مستشفى اسمها هارتفورد، عملوا نوموجرام انا مش محتاج اسحب غير عينة واحدة واحطها في الجراف ده، هعرف الكونسنتريشن بتاعتي ايه بعد ببريدكت الكونسنتريشن بتاعتي بعد الاوقات دي كلها. حد قرا شكسبير؟ طيب In your opinion, this is a multi, يعني MCQ. To get success, you should know more than others, work more than others, or expect less than others. مين يقول A يرفع إيده؟ مين يقول B يرفع إيده؟ طب ارفع إيدك فوق. مين يقول C يرفع إيده؟ تمام. طب إحنا في الصيدلة بنحب قوي في الامتحان في D اللي هو all of the above. فدايما طلبة الصيدلة لما يلاقوا all of the above بيختاروا في الام سي كيو على طول all of the above. فهنا all of the above as a pharmacist I should know more than others، بس هكمل لها كمالة. And share, not only know more than others but and share your information. Work more than others and expect less than others. آخر حاجة، انتوا النهاردة وانتوا رايحين المستشفى بتاعتكم رايحين تطبقوا الانتيبيوتيك ستيورتشيب بروجرام، هتطبقوه ازاي؟ كاش سنسيتيفيتي. انا كصيدلي عارف دلوقتي انا هشوف ايه؟ سيليكشن اوف انتيبيوتيك، عرفت الحاجات دي كلها. الدوز، ايه تاني؟ اهم حاجه دايما في الابروتش بتاعنا يبقى فيه ميثودولوجي، فيه منهج. ودايما لان انا شغال مع تيم لازم افكر في المنهج ده، والمنهج ده هما في بوكلت كبير اسمه How to Implement Guidelines. أول حاجة بنقعد مع الدكاترة نقول لهم أنتوا أنهي Clinical Guidelines عشان تبتدوا دلوقتي؟ What is your priority؟ فإحنا مثلا في المستشفى كان فترة من الفترات قلنا أن Pain is the fifth vital sign. يعني إيه Pain is the fifth vital sign؟ يعني الممرضة وهي بتقيس الضغط ودرجة الحرارة والheart rate والrespiratory rate، خامس حاجة تقيس إيه؟ Pain score. فعملنا Pain guidelines. عشان انا شغال في تيم ومش هنجح لوحدي، لازم اخد بالي مين اللي هيأثروا عليا، مين المساهمين بتوعي، مين الستيك هولدرز بتوعي. وهنعرف انواعهم، في اربع انواع للستيك هولدر. وبعدين اشوف هل المستشفى بتاعتي او الانفايرمنت بتاعتي مستعده، ابتدي اطبق. احنا خلاص عرفنا الاستراتيجيز، عندنا تو كور استراتيجيز ومعها في ايه؟ في ايديوكيشن واويرنس والحاجات دي كلها. بس اهم تو كور ستراتيجيز ايه؟ اعمل ريستريكشن واعمل بروسبكتيف اوديت.
واهم حاجه، اهم حاجه لما اعمل اني بروجرام اعمل ايه؟ اي كانوت مانج وات اي كانوت ميجر، اعمل ايه؟ ميجر اند ايفالويت ماي سكسس اوف ماي بروجرام. الستيك هولدرز في اي حته في الدنيا اربعه في الماتريكس دي، يا هاي انفلوينس هاي سبورت، يا هاي انفلوينس لو سبورت، يا لو انفلوينس هاي سبورت، يا لو انفلوينس لو سبورت. انا محتاج انهي واحد فيهم؟ انا محتاجهم كلهم، تمام؟ بس هبتدي بمين؟ بالهاي انفلوينس هاي سبورت. الهاي انفلوينس ده هيبقى مين؟ مدير المستشفى، رئيس القسم، واحد عايز يتعاون معايا، وهكذا. ده اللي انا ابتدي بيه. طيب how I am going to evaluate، هايفالويت اربع حاجات. هايفالويت الاورجانيزيشن بتاعتي او اليونت بتاعي اللي انا فيها، هايفالويت ذا تيم، هايفالويت البيشنت بتاعي بيقول ايه، هايفالويت الكوست على 3 dimensions: structure, process and outcome. ده الوقت بتاعكم، كل واحد هيطلع ورقه يكتب فيها اسمه، رقم تليفونه، الايميل بتاعه، تمام، ويكتب at minimum minimum 3 حاجات النهارده هيروح بيهم بيته او المستشفى، وهيطلع يقولها في الميكروفون. واللي ما كتبش بقى هنقول انه ما كتبش، وبعدين دي متذاعه على الفيسبوك وهيشوفوكوا في البيت وتبقى مشكله كبيره. شكرا يا دكتور، تحت امرك. شاكرين جدا. في حاجه ثانيه؟ لا لا خلاص. في بس انا عايز اوريكم صوره ال This is our measure to excellence، ان العينين بتوعنا بيبقوا مبسوطين. ده التيم بتاعي. احنا دايما عاملين في مستشفى بتاعتنا زي جنينه الحيوانات، فبيجينا ناس كتير اللي مستخبين ورا دول، مصطفى قمر والمؤسسه دي مش عارف اسمها ايه، اسمها دره. نتمنى ان يبقى عندنا في كل مستشفى كونسلتنت كلينيكال فارماسيست زي دكتور شريف. انا استمتعت بكلامك دكتور شريف. التيك هوم مسج برضو، انا عايز اقول حاجه، احنا ساعات بنبقى عاطفيين شويه مع العيانين. العيان يروح للصيدلي يقول له من فضلك اديلي انتي بايوتيك، ساعات بيحطوا بريشرز علينا احنا في المستشفيات او في العيادات، ازاي ما بتكتبليش انتي بايوتيك، انا لسه بكح، انا لسه عندي بلغم، اقول له دي نزله برد وكومن كولد وعندك شويه مايلد سينوسايتس وشويه، خد باراسيتامول، خد انتي هيستامينكس. العيان ما بيقتنعش، يروح لحضراتكم الاقي راجع لي بعدين انا استريحت قوي يا بيع الموكسي فلوكسسين، واستريحت قوي على الحاجات دي، مصيبه صدفه. فانا اللي عايز اقوله، نتمنى ويمكن انا عجوز القعده دي، ان انا يبقى في لغه واحده بنتكلمها، لغه واحده ان احنا نحط بروتوكولات معينه للبريسكريبشن وانتي، كلنا بنعيا وكلنا هنحتاج انتي بايوتكس، وات ذا اند اوف ذا داي ولا انتي بايوتك هيشتغل. دكتور شريف قال حاجه مهمه جدا، ان الشركات ما بقتش تنتج دلوقتي انتي بايوتكس، البايب لاين بتاعهم بقى اكزوستد. فارجو ان احنا نستخدم او نبقى اللغه اللي احنا بنتكلمها كاطباء وكصيادله، لان كنتوا بارت اوف اور تيم، ان احنا وي دونت بوت تو ماتش بريشر على انتي بايوتكس. انا شفتها بعيني مره في اجزخانه، مش هقول اجزخانه ايه، واجزخانه من الاجزخات الكبيره، العيان داخل without prescription يصرف فانكومايسين وبتصرف without prescription. عشان كده احنا دلوقتي المرسى بقت مصيبه سودا، السودومونس بقت مصيبه سودا، الكليبسيلا بقت مصيبه سودا، ودكتور احمد مصر بيشتغل في انتنسيف كيرز ومشاكل كتير وفيري هاي مورتال بسبب الابيوز. انا شاكر جدا لحضوركم، بشكر الدكتور شريف على بشكر شركه ابل طبعا، دكتور احمد انا شاكر جدا، واتمنى ان شريف يبقى معانا دايما في كل الميتنجز. اوعدكم ان كل سنه احنا بنعمل الكونفرنس بتاعتنا في ديسمبر وفيرست ويك اوف ديسمبر، ان دايما نجتمع مع بعضينا عشان نكمل السيناريو الحلو ده. شكرا جزيلا.